إلى موضوع آخر وبصلة في قطاع العدالة، وبعد العنف الممارس في الشارع أصبح العالم الافتراضي فضاء للابتزاز والتهديد بين الأطفال، في حين يجهل الكثير من المواطنين أن مثل هذه القضايا يعاقب عليها القانون. مزيد من التفاصيل مع ليليا داود وراديا بن هباج. لم يعد العنف بين الأطفال يقتصر على الشارع أو المدرسة، ليشمل اليوم حتى العالم الافتراضي، حيث أضحى الأطفال يتعرضون إلى مضايقات تصل أحيانا إلى حد السب، التهديد أو الابتزاز. أو لقاك تصوير تضحك، يدير لك فوتوشوب، يدير لك وجهك، يديرها يطاقيك هكذا لي زامي وتضحكوا منها بعد يفاصيها. سمعت وحدة تقرا معايا داو لها لي فوتو تاعها ومنا سواها بهم وداروا لها مشاكل وحتى لا ديبوزي بلانت. ماشي نحيد صبري بك من حيتو كامل. قضايا الابتزاز والتهديد في العالم الافتراضي أصبحت قضايا رائجة في المحاكم الجزائرية، وما لا يعرفه عامة الناس أن القانون يسلط عقوبات صارمة على من يثبت عليه فعل التهديد وإن كان قاصرا. من قانون العقوبات 303 والمادة 303 مكررة تتكلم على كل التصرفات اللي يقدر يقوم بها الشاب أو الشابة من خلال الانترنت، يعني هذه التقنية العصرية، ويقدر يتابع بها قضائيا. القانون حقيقة يحمي القوسة، لكن في هذه الأنواع من المخالفات القانون ما يحميش القوسر. القوسر كاين جوج دي مينور اللي يتابعوا، لأنه حيتابعوا حقيقة جزائيا. بون سي فغي كينو ريسكو با غران شوز، لكن الأولياء هما الممثلين لهذا القوسر، يعني ريسبونسابيلتي سيفيل دي بارون. تهديد الأطفال فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي له نتائج وخيمة تحولت في بعض الأحيان إلى جرائم، فأين دور الأولياء في مراقبة أبنائهم؟